السلام عليكم، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونون دائمًا بخير. راح نشرح اليوم المحاضرة الثانية بالأدلت اللي هي الكانسر. شنو هو الكانسر؟ الكانسر هو انقسام غير مسيطر عليه لخلايا الجسم وانتشارها إلى أعضاء أخرى في الجسم. بالوضع الطبيعي خلايا الجسم تنمو، تنقسم، تموت، صار لها غراو، growing, dividing and dying. في حالة السرطان إنه الخلية راح تستمر بالنمو، تستمر بالانقسام، بس ما راح تموت، وبالتالي الخلايا هذه راح تظل تزداد بالعدد، تزداد بالعدد، وبعدها تبدي تنتشر إلى مكانات أخرى في الجسم. لازم تكون عندنا مفاهيم عامة إنه الخلايا شنو الحالات اللي تزيد بيها، شنو الحالات اللي تقل بيها، شنو الأسباب وشنو التسميات اللي تنطلق عليها. أول تسمية عندنا هايبوبليجيا. بحالة الهايبوبليجيا الخلايا راح تقل بالعدد. طبعا هواية أكو أمثلة إنه أنت إذا حفظت المثال راح تصير عندك فكرة ولو مبسطة عنها. مثلا عندنا بالهايبوبليجيا مثلا شخص عنده مشاكل بالقلب راح يصير عنده نمو قليل مثلا بالأذين أو البطين، أو شخص عنده مثلا مشاكل بالكلى يكون حجمهن أصغر من الطبيعي، راح هذه المشكلة هنا عندنا أن الخلايا راح تنقسم وتؤدي إلى بعد الانقسام ينتج عدد قليل من عندها. هاي هي الهايبوبليجيا. بالنسبة للهايبربليجيا، الهايبربليجيا هي زيادة في عدد الخلايا مو نقصان، زيادة في عدد الخلايا. لازم تنتبه انه السبب هالمرة اكو مسبب. المسبب شنو؟ مثلا انت رايح مشي، تمشي مسافات طويلة، بسبب الضغط المستمر، الضغط المستمر على رجلك راح تصير عندك هاي الفرقاسات اللي تتكون بالرجل، هي هاي خلايا جديدة تكونت عندك. هذه ما تكونت وحدها، هذه تكونت نتيجة الضغط المستمر. بسبب الضغط المستمر صارت عندك هاي الخلايا اللي هي الفرقاسات، وبالتالي الحالة يسموها هايبربليجيا. بالنسبة للحالة الثالثة نيوبليجيا، النيوبليجيا هي نفسها الهايبربليجيا بالضبط، راح يتكون عندك عدد زيادة في عدد الخلايا، بس هالمرة يكون بدون سبب. وهذا هو الفرق بين الهايبربليجيا والنيوبليجيا. بحالة النيوبليجيا ماكو سبب. ننتقل للمصطلح الثالث اللي هو ديسبليجيا. بحالة الديسبليجيا راح يصير عندنا تغير في شكل وحجم الخلية، شكل وحجم الخلية يكون نتيجة لوجود حافز معين. ممكن يكون السبب التدخين، ممكن يكون تناول الكحول، ممكن أشعة، ممكن أي سبب ثاني، ولكن بالنتيجة إنه الخلية راح يتغير حجمها ويتغير شكلها. طبعا من هذا الحافز يروح، مثلا شخص صار عنده هذا الشيء بسبب التدخين، من قطع التدخين الخلية راح ترجع لحجمها الطبيعي و شكلها الطبيعي. هذه هي بحالة الديسبليجيا. المصطلح البعده ميتابليجيا. بالميتابليجيا نوع الخلية راح يتغير بشكل كامل، راح تتغير من نوع إلى نوع آخر. مثلا أكو أنواع من الخلايا شكلها مستطيل، هذه راح تتحول إلى مثلا شكل مربع. بهاي الحالة الخلية راح تتغير من شكل إلى آخر، كذلك بسبب وجود حافز. هذا الحافز مثل ما قلنا ممكن تدخين، ممكن أشعة، ممكن عوامل بيئية، ممكن التهابات. مهما يكون هذا الحافز، بزوال هذا الحافز راح ترجع الخلية لنوعها الأصلي. وهذا فرق لازم احنا ننتبه عليه، انه من يروح الحافز الخلية راح ترجع إلى وضعها الأصلي. آخر شيء هو المصطلح السادس والأخير أنابليجيا. بحالة الأنابليجيا هي هاي الحالة السرطانية، الخلية راح تفقد شكلها، راح تفقد وظيفتها. وهنا لازم تركز، مهما كان الحافز، كان تدخين، كان التهاب، كان أشعة، الخلية من فقدت شكلها وفقدت وظيفتها ما راح ترجع مرة ثانية، راح تظل على هذا الوضع. وهو هذا دخلنا إلى مرحلة السرطان. إن شاء الله هذين المصطلحات يكونان واضحات. ركز بكلامي، عيد الفيديو أكثر من مرة، راح يكونان كلش سهلات بالنسبة لك.
مراحل، المراحل شلون دا يصير عند السرطان، انه شلون دا يتقدم به الموضوع، هي مو مراحل انما الخلايا شنو التغيرات اللي راح تصير عليها. بالبداية انا عندي خلية طبيعية، بعدها نروح للهايبربلاجيا اللي هو زادت الخلايا بالعدد، بعدها نروح للديسبلاجيا وعرفنا شنو هي الديسبلاجيا، بعدها نوصل للكانسر. بحالة الكانسر راح بعد ما الخلايا ازدادت بالعدد من تبدي المرحلة انه هاي الخلايا تحركت من مكانها وبدت بالانفيسيف، بدت تنتشر بالمناطق المحيطة بيها، وممكن بعد ما تنتشر بالمناطق المحيطة بيها تروح الى باقي اعضاء الجسم، هذا الشيء معناه انه احنا بدينا بمرحلة الورم الخبيث، السرطان الخبيث، لانه بدينا بمرحلة الانتشار. انواع السرطانات، السرطانات بها عدة أنواع، مرات تنقسم إلى حميد وخبيث، هاي بالنسبة للخصائص مالتها وراح نجيها بعدين، مرات على حسب المكان اللي تصيبه أيضا مقسومة إلى عدة أقسام. مثلا عندنا كارسينوما، كارسينوما هو أكثر الأنواع شيوعا يصيب الأبيثيليال تشو، الأمثلة هواية عليه. مثلا عندك سرطان الرئة، عندك سرطانات بالجهاز الهضمي، عندك هواية أنواع من السرطانات، أغلب السرطانات 80 إلى 90% من السرطانات هي تعتبر كارسينوما. الثاني هو الساركوما، الساركوما هو يصيب الكونكتيف تشو ويصيب السبورتيف تشو. شنو يعني؟ يعني يصيب مثلا عندك هاي، هذا المكان اللي صاير هنا اللي هو هذا السبورتيف، الأنسجة اللي تنصاب هنا هاي بها ساركوما، أو مكان الركبة اللي يكون بالرجل، هاي السرطانات هنا ايضا يسموها ساركوما. هذا مو شائع هواية بس يعتبر نوع من انواع السرطانات. عندنا المايلوما، المايلوما هو يصيب البلازما سيلز الموجودة بالبون مرة. عندنا بعدها اللوكيميا، اللوكيميا ايضا يصيب البون مرة بس المرة يصيب مكان انتاج الدم، بلاد سايت اوف بلاد برودكشن. واخر شيء عندنا الليمفوما، الليمفوما هي يصيب الجهاز الليمفي، الجهاز اللي مسؤول عن تنظيم او حركه السوائل الى الخارج، ممكن تنصاب العقد مالته، ممكن تنصاب الغدد مالته بالنسبه للجهاز الليمفي. بحاله هذا النوع من السرطانات اللي تصيب الجهاز الليمفي يسموه الليمفوما. هسه جينا الموضوع مهم، وهذا الموضوع هو الأكثر أهمية بهذه المحاضرة، إنه أنت عندك شخص شلون تميز إنه هذا الشخص يعاني من سرطان خبيث أو سرطان حميد. لازم نقاط مهمة كلش. السرطان الحميد يكون صغير بالحجم، النمو مالته بطيء، ويكون أهم شيء هاي متمركز بمكانه. أما الخبيث كبير بالحجم، نموه سريع، وانفيسيف، إلى قابلية للانتشار. وهذه العبارة أو المصطلح اللي يكون جدا مهم، ميتاستاسيس، اللي هو يعني إلى قابلية للانتشار بالأنسجة المحيطة به والانتشار إلى بقية أعضاء الجسم. هذه من أهم صفات السرطان الخبيث اللي أنت لازم تركز عليها، وإذا يكون عندك امتحان أو اختبار معين أكيد أستاذ المادة ما راح يبتعد عن موضوع السرطان الحميد والسرطان الخبيث. عندنا 7 علامات من تشوفها بشخص معين تقول انه هذا الشخص غالبا المفروض يكون مصاب بالسرطان. لازم تربط، مثلا يكون عند هذا الشخص مشاكل بالباول والبلدر، indigestion and difficulty in swallowing، يعني مشاكل بالهضم ومشاكل في البلع، عنده thickening يعني صير تصبغات او تكتلات موجوده بالجسم، عنده مثلا مول او وارت اللي هو خال مثلا او شامه تبدي تكبر او تصير بها افرازات، تصير بها تغيرات، هذه اصلا من العلامات. سور يعني القرحه، نوت هيل يعني ما تشفى، يصير عنده بليدنج وديسشارج، يصير عنده قحه مستمره وتكون جدا مزعجه لهذا المريض. هذه العلامات تعتبر مهمه جدا. بالنسبه للاكل اللي لازم ياكله المريض، يبتعد عن المقليات، يبتعد عن الاكل الحلو، هاي اكلات يبتعد عنها، ويتجه للاكل الصحي اللي هو الخضار والفواكه اللي تكون صحيه.
الأسباب اللي تؤدي إلى حدوث مرض السرطان، أكو عدة أسباب أو عوامل بيئية تعتبر من العوامل المؤثرة، اللي هي أول شيء مثلا عندنا التدخين، عندنا الدايت and obesity اللي هي النظام الغذائي السيء والسمنة، عندنا الانفكشن ممكن يصير بسبب كائنات مجهرية معينة، كذلك اكو عوامل موجودة اللي هي مثلا الراديشن اللي هي الاشعاع، السترس اللي هو الضغط العصبي، الملوثات اللي موجودة بالبيئة، قلة النشاط بالنسبة للإنسان، هذه كلها من العوامل اللي تؤدي إلى حدوث مرض السرطان. نجي للساين والسبتام اللي يعني يصير عند مريض السرطان، شخص معين مصاب بالسرطان تصير عنده علامات وأعراض. يعني أنت من تقراها هذا الساين والسبتام راح يكون نوعا ما متقاربات ويا العلامات السبعة اللي قرأتهم قبل شوية اللي هي العلامات التحذيرية، هن تقريبا مقاربات جدا للساين والسبتام، راح ينعاد تقريبا نفسهن، راح يكون عندك تغيرات مثلا بالمعدة، راح يصير عندك تغيرات بالجهاز الهضمي، قرحامات الجفي، نزيف، قحة، ضيق تنفس، ممكن تضيف لها مثلا باك بين، ألم الظهر أو أبدومينال بين، ألم البطن، فقدان الوزن بشكل غير طبيعي يعني ما إلى تفسير، هذه كلها انتفاخات، كلها ممكن تعتبر من العلامات والأعراض إلى مرض السرطان. يعني أنت العلامات السبعة التحذيرية إذا تكون فاهمهن، يعني مجرد نضيف عليهن أشياء أخرى هن كذلك يعتبر من ضمن العلامات والأعراض المرض السرطان. مرض السرطان شخص معين، مرات أنت تسمع ها هذا مريض السرطان بالمرحلة الأولى، ذاك بالرابعة، شنو هي هذه المراحل؟ عندنا المرحلة الأولى والثانية والثالثة يسموها لوكالي، أول بداية السرطان يعني أول منشأ مالته يكون بالعضو المصاب، بالمرحلة الثانية يتطور السرطان بس بعده بنفس العضو المصاب، بالمرحلة الثالثة أيضا يكمل التطور بالعضو المصاب، بالمرحلة الأخيرة هي المرحلة اللي يبدي بيها مرض السرطان ينتشر إلى باقي أعضاء وأجهزة الجسم، وهي تعتبر أخطر مرحلة. يعني السرطان بالمرحلة الرابعة يكون من الصعب جدا علاجه. أنواع أخرى شائعة من مرض السرطان معروفة، عندنا البريست كانسر، عندنا اللانج كانسر، عندنا القولون كانسر والبروستات كانسر. دايجنوسيس أوف كانسر، شخص مصاب بالسرطان، شنو الآلية أو يبدي التشخيص أنه هذا الشخص مصاب بالسرطان؟ أول شيء يتم تحديد المكان المصاب بالسرطان. ثاني شيء بعد ما حددنا المكان المصاب نشوف أنه هذا السرطان قابليته للانتشار شنو، منتشر إلى أماكن أخرى لو بعد بمكانه، ومن خلال معرفة أنه هو انتشر لو ما انتشر على الأقل راح تبين عندنا الصورة أنه المريض بيا مرحلة. بالمرحلة الثالثة نبدي نشوف وظائف الجسم اللي متعلقة بمكان الإصابة واللي ما متعلقة بمكان الإصابة، نشوف وظائف الجسم بعدها بشكل طبيعي لو مو بشكل طبيعي، وبالتشخيص آخر مرة نسوي تحليل، ناخذ مثلا خزعة أو يعني عينة من المكان المصاب تروح للفحص حتى يبين بشكل دقيق إنه هذا المريض بأي مرحلة من مراحل السرطان وشنو هو التطور الورم اللي يعاني من عنده. الأجهزة والفحوصات المستخدمة بالكشف عن جهاز السرطان هي الكثير من الأجهزة، منها الـ MRI اللي هو الرنين، منها الـ CT اللي هو Computed Tomography، يعني الكثير من الأجهزة اللي أنت تقدر تطلع عليها وتحفظها مثل ما تريد. نجي الموضوع علاج مرض السرطان. مرض السرطان يتم علاجه بعدة طرق وبعدة وسائل. عدة طرق شنو؟ معروفة وشائعة أغلب الناس يعرفوها، أكو الكيموثيرابي اللي هو العلاج الكيميائي، عندنا الجراحة، عندنا الراديشن اللي هو العلاج بالإشعاع، التارجت كانسر تريتمنت، هذه علاجات تكون متطورة وغالية الثمن اللي هي علاج يستهدف
الخلية السرطانية بشكل مباشر. Small Molecule Inhibitor اللي هي توقف نمو الخلية السرطانية. Antibody مضادات راح ترفع أداء جهاز المناعة. عندنا الجين ثيرابي اللي هو العلاج الجيني. يعني الأشياء اللي مثلاً بالعراق الأكثر شيوعاً عندنا الراديشن الإشعاع، عندنا الكيموثيرابي، عندنا السيرجري. بالنسبة للراديشن والكيموثيرابي كل واحد عنده إيجابياته. بالنسبة للراديشن، الراديشن راح تقتل الخلية السرطانية، راح توقف نموها وانقسامها، وبي إيجابية جداً مفيدة اللي هو يستهدف فقط الخلايا المصابة، وهذا يعتبر شيء إيجابي. يعني الخلايا الطبيعية ما راح تتأثر، بس الخلايا السرطانية هو اللي راح يموتها ويوقف النمو مالتها. بي آثار جانبية، إي بي آثار جانبية. بالنسبة للراديشن أكيد بسبب مفعول الأشعة الشخص راح يصير عنده ريدنس أو راش، يعني عنده احمرار بالجسم، يصير تايرد، يفقد الشهية وتنزل عدد كريات الدم البيض بجسمه. الكيموثيرابي هنا بسلبية اللي هي شنو؟ نفس الشيء راح يقضع على الخلايا السرطانية، يوقف انقسامها، ولكن أيضا يأثر على الخلايا الطبيعية اللي موجودة بالجسم، يأثر على الشعر، يأثر على العظم، يأثر على الليمفوسات اللي هي خلايا الليمف، يأثر على الخلايا الطبيعية والخلايا السرطانية. الآثار الجانبية أكيد أنه معروف من علاج الكيميائي، مثلا تساقط الشعر، نوزي أو فومتينج، تقيؤ وانخفاض أداء جهاز المناعة. هذه عرفتنا الفرق بين الراديشن والكيموثيرابي. العلاجات المستخدمة بعلاج مرض السرطان، أكو مضادات حيوية كثيرة تقدر تحفظها بنفسك إذا ردت تحفظها. نيرسينج دايجنوستيك، الشخص اللي مصاب بالسرطان راح يعاني من عدة أسباب، وهاي التشخيصات التمريضية اللي تصير عدة تختلف من شخص إلى آخر باختلاف نوع السرطان ومكان الإصابة. فممكن هذا الشخص إلى تشخيص تمريضي يختلف عن الشخص الآخر، لأنه كل واحد منهم إلى نوع معين من السرطان. مثلاً المصاب بالسرطان risk for diarrhea and constipation، يكون بخطورة أنه ممكن يصير عنده إمساك، يصير عنده إسهال. risk for fluid volume deficit اللي هو يعني الفشل السوائل بالجسم. acute pain، يصير عنده ألم جدا قوي. risk for infection، تشخيصات تمريضية هواية بالنسبة إلى مرض السرطان. بالنسبة للتداخلات التمريضية، التداخلات التمريضية ماكو تداخلات محددة لمرض السرطان. ليش؟ لأنه مثل ما قلنا عندنا حسب مرض السرطان وحسب الأجهزة المتضررة بالجسم عندنا تشخيصات تمريضية مختلفة. فحسب الأشياء اللي يعاني منها المريض، حسب التشخيص التمريضي راح تكون عندنا تداخلات تمريضية. مثلا شخص يعاني من الفشل بالسوائل مال الجسم، اكيد راح تصير عندي تداخلات تمريضيه، انه انا انطي اي في فلويد، اراقب السوائل اللي تدخل للجسم، اراقب السوائل اللي تطلع من الجسم، اشوف مرونه الجلد، اراقب الفايتال ساينس الى اخره من التداخلات التمريضيه. وعندنا ممكن اكيوت بين، راح تكون عندنا تداخلات تمريضيه ثانيه. اغلب المصابين او 70% من المصابين في مرض السرطان يقولون انه يعيش على الاقل 5 سنين، ممكن 10 سنين، ممكن اكثر ممكن اقل، بس وجدوا انه على الاقل انه مريض السرطان يعيش 5 سنين. طبعا بالاعتماد على مرحلة الاكتشاف، ممكن ذا بالمرحلة الرابعة مرحلة متقدمة ممكن يعيش شهر. ممكن شخص اذا بالمراحل الاولى الله ينعم عليه ويروح يعيش عمر طويل. والله يحفظنا ويحفظكم. خلصت محاضرة السرطان، إن شاء الله تكونوا استفادتم.